السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، عشاق علم الفسيولوجي، ده يعتبر الفيديو التاني. احنا اتكلمنا في الفيديو الأول، قلنا إن اللي بيتحكم في جسم الإنسان هو عبارة عن النيرفس سيستم والإندوكراين سيستم، وقلنا إن النيرفس سيستم بتاعنا بينقسم إلى سنترال نيرفس سيستم وبريفرال نيرفس سيستم. والسنترال نيرفس سيستم ده كان فيه البرين والسباينال كورد، وعرفنا إن البرين طالع منه 12 كرينيال نيرف، بس ده واحد من البريفرال. وعرفنا ان السباينال كورد 31 سيجمنت متقسمين الى 8 12 5 5 1. وعرفنا ان البريفرال نيرف سيستم ده في منه نوعين، في واحد بيقوم او بيشتغل على العمليات الاراديه او بيشتغل على السكليتال ماسل، وده بنسميه السوماتيك. واحد تاني بيشتغل على العمليات اللا اراديه اللي هو اسمه الاوتونوميك، وده الكلام اللي احنا بنقوله اهو. الاوتونوميك بقى يا جماعه، الاوتونوميك نيرفس سيستم ده مسؤول عن الانفولانتري افكتورز، يعني بينظم بقى الحاجات اللي هي مش اندر فولانتري اي كنترول. منها بقى الكاردياك، انا ما بتحكمش في عضله القلب. منها السموس ماسل، السموس ماسل دي يا جماعه اللي هي حركه الامعاء مثلا، الغدد اللي هي بتفرز الهرمونات، البلاد فيزل، لان البلاد فيزل انتوا عارفين ان هو محاط بنوع من انواع السموث ماسل اسمه الاندوثيليوم، يبقى اذا هو سموث اي ماسل. الفيزرال اورجانز اللي هي الاعضاء الداخليه اللي موجوده في البودي اي كافيتي، زي الليفر والسبلين والكيدني وهكذا، دي كلها حركات لا اراديه. طيب نوع النيورونز اللي طالعه منه الاوتونوميك موتور نيورون، عايز اقول لكم بقى على حاجه. لو انا قلت ان ده السباينال كورد، هيطلع منه حاجه بيبقى الراس بتاعتها موجوده في الجراي ماتر، وانا قلت لكم في الجراي ماتر يعني في المنطقه الرماديه اللي موجوده في السباينال كورد، وتمشي لغايه اما تعمل حاجه اسمها الجانجليا او العقده الايه العصبيه. والعقده العصبيه دي بيبقى تجمع من السيل بوديز، وفايدتها يا جماعه انها ديكريز السبيد اوف امبلس، لان الاشارات بتبقى ماشيه بسرعه جدا، فدي بتعمل ديلي او بتقلل سرعه الايه الاشارات شويه. وبعدين بعد كده يقوم جاي طالع منها واحد، يروح على مين؟ يروح على الافكتور اورجان. طيب اللي قبل الجانجليا ده بنسميه بري جانجليونيك، اللي بعد الجانجليا ده بنسميه بوست جانجليونيك. طيب فبنقول اهو ان النيورون عنده سيل بودي بيبقى موجود في الجراي ماتر اللي موجوده في البرين او السباينال كورد، وده بنسميه بري جانجليونيك نيورون. اما الثاني بيبقى يعني جوه الاوتونوميك ايه جانجليا، اسمه البوست جانجليونيك نيورون، طالع من هنا طالع من الجانجليا ورايح للافكتور اي اورجان. اهو البوست جانجليونيك نيورون عنده الاكسون طالع من الاوتونوميك جانجليا ورايح لمين؟ للافكتور اورجان. وهنا في ساينابس، هنا بيبقى في تشابك عصبي، وهنا بيبقى في ساينابس او تشابك ايه او تشابك عصبي. طيب هنفهم يعني ايه ساينابس كمان شويه. وطبعا هنا بينطلق نيورو ترانسميتر وهنا بينطلق نيورو ترانسميتر. دايما النيورو ترانسميتر اللي طالع هنا اهو في البري جانجليونيك بيبقى اسيتايل كولين، وبيشتغل على نوع من انواع الريسبتور هنا اسمه الان ان ريسبتور، نوع من انواع النيكوتينيك ريسبتور، بس بتبقى موجوده جوه الجانجليا. اما اللي هنا فبيشتغل برضو بيبقى يا اما ابينفرين او نور ابينفرين، خلينا في الاصح النور ايه ابينفرين ده في حاله السمبثاتيك، وبيبقى اسيتايل كولين في حاله البارا سمبثاتيك. يعني اذا بيبقى في نيورو ترانسميتر طالع هنا دايما البري جانجليونيك بيطلع اسيتايل كولين، البوست جانجليونيك لو كان هو سمبثاتيك هيطلع النور ابينفرين، لو كان بارا سمبثاتيك هيطلع اسيتايل كولين. وعشان كده الاعصاب بتاعه السمبثاتيك بنقول عليها ادرينرجيك، لان على فكره النور ابينفرين هو النور ادرينالين فبنقول عليها ادرينرجيك، ولكن الاعصاب بتاعه الباراسمباثيك بقول عليها كولينرجيك، لان النيورو ترانسميتر اللي طالع منها هو مين؟ هو الاسيتايل كولين. المهم ان احنا عرفنا ان الاوتونوميك نيرفس سيستم ده هو المسؤول عن الحركات اللا اراديه، عرفنا ايه هي الاماكن اللي بيشتغل عليها سواء الفيزرال اورجان او البلاد فيزل او الكاردياك او السموث ماسل او الايه او الجلاند، عرفنا ان طالع منه نوعين اتنين من النيورونز،
واحد السيل بودي بتاعه بيبقى موجود فيه الجراي ماتر بتاع السنترال نيرفس سيستم، وده بنسميه بري جانجليونيك. وبعدين يقوم جاي رايح عامل الجانجليا، وقلنا ان فايده الجانجليا دي الاوتونوميك جانجليا دي انها بتقلل سرعه انتقال السيال العصبي، وبعدين يطلع منها البوست جانجليونيك. البوست جانجليونيك ده يروح يعمل ساينابس في الافكتور ايه اورجان او في التشو اللي هيشتغل عليه. وقلنا ان هو بيطلع نيورو ترانسميترز. النيورو ترانسميترز دي ممكن ستيميوليت او انهبيت، يعني ممكن تخلي بنقول عليها في حاجات ستيميولاتوري نيورو ترانسميتر، وفي حاجات او اكسيتاتوري نيورو ترانسميتر، وحاجات تانية بنقول عليها انهبيتوري نيورو ترانسميتر، وهنتكلم عليهم بالتفصيل. هنا برضو رسمة بتوضح اهو، بصوا دي الفيزرا استقبلت الاستيمولس، مش الاستيمولس فاكرين ده كان الافرنت اهو، راح جاي رايح لمين؟ للبوستيريور هورن سيل اللي راح جاي مطلعه من الانتيريور. بس هنا بقى مش موتور، خلي بالكم، طالع بقى حاجه اسمها، شوفوا الراس هنا اهو بقى موجوده في الجري ماتر، وبعدين طالع بقى البري جانجليونيك، وراح جاي عامله جانجليا اهي شايفينها. والجانجليا دي لو انا كبرتها كده هتلاقوا موجود فيها التشابك اهو، ساينابس او التشابك الايه العصبي. وبعدين بعد كده هيقوم جاي ماشي من هنا، ده بقى البوست جانجليونيك اهو، ويقوم جاي رايح عامل ساينابس فين؟ عامل ساينابس في الافكتور اورجان، يعني هيبقى فيه ايه؟ ساينابس برضو او تشابكات عصبيه. طيب لو عملت دينرفيشن، لو نفتكر كده يا جماعه احنا لما عملنا دينرفيشن في السوماتيك العضله فقدت بقى حصل فيها فلاسيد باراليسيس، يعني شلل ارتخائي، والعضله ما عادتش بتنقبض، وكمان بعد فتره هيحصل لها اتروفي. انما هنا بقى بيحصل حاجه غريبه جدا جدا جدا. اصلا انا قايل لكم ان النيورو ترانسميتر بتعمل يا اما اكسيتاتوري يا اما انهبيتوري، بس لما بعمل دي انرفيشن سبحان الله الانهبيتوري افكت هو اللي بيقف، يعني العضله بتتنيها موجوده في الاكسيتاتوري، وعشان كده بنسميها دي انرفيشن هايبر سنسيتيفيتي. بمعنى لو كانت هي سموث ماسل هتتنيها في التنشن، في منقبضه اهو نتيجه غياب النيرف ايه او عملت دينرفيشن. كمان عضله القلب هتلاقوها دايما بتعمل كونتراكت، شفتوا؟ يبقى هي دايما ده بقى بنسميه دينرفيشن هايبر سنسيتيفيتي. والاوتونوميك نيرفس سيستم، الاوتونوميك نيرفس سيستم ده بيزود او بيقلل انترنسيك ماسل ايه اكتيفيتي على اساس الاحتياجات بتاعت الايه بتاعت الجسم من خلال انطلاق بقى. قولوا لي لو هو عايز العضله تنقبض هيطلع اكسيتاتوري، لو عايز العضله يقف الانقباض بتاعها هيطلع انهبيتوري. بس انا لو شلت العصب او عملت له دينرفيجن هتنيها هي موجوده في المرحله الاكسيتاتوري، او العضله بتنيها ايه منقبضه باستمرار. هنا ده تعريف الساينابس. الساينابس يعني ايه يا جماعه؟ لو انتوا تفتكروا كده اما جينا نتكلم قلنا ان الاكزون لو تفتكروا كده اهو كان طالع منه زوائد شجيريه كده اهي ماشي، والسيل بودي بتاع الخلية العصبية التانية كان طالع منه الدنترايتس. الحتة بقى اللي بيحصل فيها تشابك ما بين الدنترايتس بتاعة السيل بودي بتاع واحد من النيورون مع الأكزون بتاع النيورون التاني دي بنسميها ساينابس، بنسميها الإيه؟ الساينابس. طيب يبقى في الأكزون بتاع البري ساينابت بتاع الأولاني اللي هو البري جانجليونيك هيمسك مع البوست ساينابتك أو البوست إيه جانجليونيك، فهمنا كده؟ الجانجليون دي بتبقى عباره عن كوليكشن من السيل اي بوديز، وقلنا ايه فايدتها. وعلى فكره الجانجليا او العقد العصبيه بتاعه الاوتونوميك نيرفس سيستم بتبقى موجوده في الهيد وفي النك وفي الابدومين، وبتبقى موجوده حوالين السباينال كورد. وبتبقى موجوده حوالين مين كمان؟ اهو تشين من الاوتونوميك جانجليا بتبقى باراليل موازيه، بنسميها ال بارا جانجليونيك اهو، بتبقى بارالل تو ايه تو رايت اند ليفت سايد اوف سباينال كورد. يبقى تاني الجانجليا دي هي عباره عن تجمع من السيل بوديز، وقلت لكم ايه فايدتها انها ديلي النيرف امبلس، وبتبقى موجوده في الهيد وموجوده في النك وموجوده فين؟ في الابدومين، وموجوده كسلسله من الاوتونوميك جانجليا، والكلام ده هنشوفه بالتفصيل في المحاضره الجايه ان شاء الله. طيب تعالوا بقى هنا الحته، الرسمه دي من اهم الرسومات. بصوا السوماتيك طالع منه عصب واحد بس اهو زي ما احنا شايفين، هل في اي جانجليا؟ نو جانجليا. وبيطلع اسيتايل كولين اللي بيشتغل على النيكوتينيك ريسبتور اللي بنسميها نيورو ماسكولار جانكشن، بنسميها نيورو ماسكولار ايه جانكشن، تمام. اما السيمباثاتيك شفتوا كل البري جانجليونيك بتطلع مين؟ اسيتايل كولين اللي بيشتغل على النيكوتينيك ريسبتور، فعلى البوست جانجليونيك تطلع نور ابينفرين اللي تشتغل على ريسبتور الفا او بيتا ريسبتور.
كل السمباثيك بتبقى، وركزوا في الكلمه اللي انا هقولها، كل البوست جانجليونيك نيورون بتاعه السمباثيك بتبقى ادرينرجيك، ما عدا اللي رايح للسويت جلاند بتاعه العرق بتبقى كولينرجيك. خلي بالكم من الكلمه اللي انا قلتها دي كمان مره، هقولها تاني اهو، هقولها كمان مره. كل البوست جانجليونيك نيرف بتاعه السمباثيك بتبقى ادرينرجيك، يعني بيطلع نور ابينفرين كنيورو ترانسميتر، اكسبت مين اللي راح للسويت جلاند. على الرغم انها سمباثيك الا ان البوست جانجليونيك بتاعها بيطلع اسيتايل كولين. حلو قوي، ندخل على البارا سمباثيك، هتلاقوا ان البري جانجليونيك بيطلع اسيتايل كولين اللي يشتغل على النيكوتينيك ريسبتور اللي انا بسميها ان ان ريسبتور، فتروح على البوست جانجليونيك تطلع اسيتايل كولين اللي يشتغل على ماسكارينيك ريسبتور اللي موجوده على السموث ماسل ايه جلاند. واضح ان سواء البري جانجليونيك او البوست جانجليونيك في البارا سمباثيك بيبقوا كولينرجيك، يعني بيطلعوا اسيتايل ايه كولين بس. طيب في واحده بقى غريبه شويه اللي هي الادرينال ايه، الادرينال ميدالا. الادرينال ميدالا دي يا جماعه بيروح لها البري جانجليونيك بيشتغل عليها اسيتايل كولين، يشتغل على النيكوتينيك ريسبتور، يقوم جاي مخليها تطلع ابنفرين ونور ابنفرين على طول في الدم على طول تو سيركيوليشن، يعني هي كولينرجيك، يعني هي ايه كولينرجيك. ده الادرينال ميدالا. عاملين مقارنه ظريفه جدا ومقارنه مهمه جدا ما بين السوماتيك والايه والاوتونوميك. نوع النيورال كنترول، واضح ان السوماتيك ده هيبقى فولنتري انما الاوتونوميك ده انفولنتري. طب الافكتور اورجان، السوماتيك ده على السكيليتال ماسل انما الاوتونوميك ده بيشتغل على السموث ماسل وعلى الكاردياك ماسل وعلى الجلاند. تمام، هل موجود جانجليا؟ هنا ما كانش فيه جانجليا، لا هنا كان فيه جانجليا، وقلنا ان الجانجليا موجوده في الهيد والنيك والابدومن وبارالل تو ذا بوث سايدز اوف، او على الجانبين الاثنين بتوع السباينال اي كورد. عدد الموتور نيورون اللي طالعه هو واحد بس لو تلاحظوا، ولكن هنا بيبقى اثنين، واحد اسمه البري جانجليونيك واحد اسمه البوست جانجليونيك. طب ايه تاثير النيرف امبلس على المسل؟ يا اما هنا بتبقى اكسايتاتوري بس، يعني بيخلي العضله تنقبض بس، انما هنا ممكن يبقى اكسايتاتوري او انهبيتوري. طب تاثير الدينرفيشن، هنا في السوماتيك كان يعمل فلاسيد باراليسيس واتروفي، انما هنا كان بيعمل حاجه اسمها دينرفيشن هايبر سنسيتيفيتي، وشوفوا المسل تون العضله الثانيه منقبضه بس، وبيتعرض لحاجه اسمها دينرفيشن هايبر سنسيتيفيتي. كده خلصت المحاضره الاولانيه، يا رب تكون الفيديوهات بتاعتي قادره تساعدكم، ولو الفيديوهات بتاعتي مفيده بالنسبه لكم يا ريت تدعمونا وتدعموا القناه، لان القناه بقى عليها حرب جامد جدا من كورسات السبوبه. يا رب تدعمونا باللايك والشير، وعرفوا اصدقائكم بالقناه عشان تنتشر اكتر واكتر، وبرضو ما تنسوناش في الدعاء، ويا رب يكون العمل ده خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. اشوفكم في فيديوهات قادمه ان شاء الله. السلام عليكم.